رئيس كمان هنأ الدولة بالافتتاحات ووجه الشكر للفريق كامل الوزير وكل فريق العمل اللي اشتغل على المشروعات. كمان شدد الرئيس على أننا لم نتوقف عن العمل أبدا وأننا مستمرون في المشروعات والمبادرات الاجتماعية زي حياة كريمة رغم الظروف الاقتصادية الصعبة. وأنا يمكن عايز أقول في الظروف اللي احنا موجودين فيها ديت ان احنا لم نتوقف ابدا على العمل. ويمكن كامل قال ان احنا في 41,000 كيلومتر طرق داخليه بتاعه حياه كريمه. كنت اتمنى ان احنا يعني نبقى نشاور عليها كامل لان ده موضوع احنا بنتكلم على 1500 قريه. انا عارف قالوا لي 20 دقيقه ومش بنزلش عشان كده. واحنا لما بديك الوقت ما بيكفيش يعني. فالمهم على كل حال اقصد اقول ان ال 41,000 كيلو دول احنا بنتكلم على طرق داخليه داخل القرى كانت حالتها بتبقى صعبه جدا جدا والحركه عليها صعبه جدا جدا، ولكن دي كمان من ضمن الحاجات اللي تم تنفيذها. وان شاء الله برضو باكد تاني مع نفسي ومع الحكومه وللمواطنين ان احنا بنتكلم ان برنامج او مبادره تحيا مصر لبقيه القرى سواء المرحله الثانيه او الثالثه احنا مصرين رغم الظروف الصعبه جدا اللي بتمر بالمنطقة ان احنا نكمل البرنامج ده ان شاء الله. ودي كلمتنا كدولة لاهلنا في الريف المصري اللي هم 3000 قرية وتوابعهم ان احنا ان شاء الله مستمرين في هذا العمل. لكن يمكن الامور ما تبقاش بنفس المعدلات اللي احنا كنا شغالين بيها، لكن احنا مستمرين في هذا العمل يعني.